اول مره اطلع في التلفزيون طلع معايا. صح صح كده 2012 وكانت حلقه كنت مبسوطه جدا مغامره كانت مغامره واغاني واغاني كانت فظيعه. المهم انه من اول لحظه لما ابو ابتدى يكتب ويلحن لا في روح جديده وفي شيء جديد. وبعد كده انبسطت جدا من اغنيتك بتاعت عدويه. يا سلام تحفه والناس مسافر. الناس استقبلت اغنيه 3 دقات بشكل حلو جدا. ما تفهمش بقى هم كانوا فرحانين بالمهرجان فرحوا الاغنيه ولا هي الاغنيه حلوه يعني ما تبقاش عارف الاغنيه حلوه لا لا هم يفتكروها دلوقتي وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر لما شفتها قلبي دق 3 دقات والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحليت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب بطال قلبي ولا في الخيال عودك دفيه يتقال موال ويا عيني يا سيدي على الايام لما تهادي قلوبنا غرام فجأة عشقك ده فيه يتقال